السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جديدة، هنعمل مع بعض، احنا كل مرة بنعمل وجبات غدا بقى، فاحنا المرة دي هنعمل مع بعض وجبة فطار. وجبة الفطار دي طبعا احنا عارفين بدل ما قلنا فيها فطار يبقى هنعمل وجبة الفول بتاعنا. انا هعمل هنا فول بطريقة مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها. هما طريقتين، الطريقة العادية التقليدية بتاعتنا وطريقة تانية هنعملها بالبصل والفلفل. بتديكي تيست كده وطعم حلو جميل جدا. البصل بيديكي تيست حلو ومسكر، الفلفل بيغير معاك الطعم، فان شاء الله بإذن الله هجربيه بجد هيعجبك، هو جميل ووجبة مفيدة. الأكلة دي هتاكليها بقى هتقعدي عليها اليوم كله، يعني بس مش هتحسي بالجوع، هي الوجبة التمام اللي هتقضي اليوم كله من أوله لآخره. انا هنا حطيت معلقه زيت وحطيت هنا طبق الفوق بصله متوسطه صغيره يعني مش كبيره قوي، مفرومه رفيع، بقلبها قلبتين كده حاجه بسيطه كده في الزيت، قلبتين ثلاثه، وبعد كده بضيف عليهم طبق الفول. الفول مفروم طبعا في الكبه، تفرميه بالكبه انت براحتك زي ما انت عايزه، الافضل يفضل ان هو يكون مفروم. تمام، هقلبه هنا كده بس لحد ما ياخد غلوه بسيطه كده. بعد كده هنضيف له الفلفل الالوان، انا حاطه نص قرن فلفل اصفر وحاطه قرن فلفل رومي اخضر عادي. تمام كده، هو كده خلاص ابتدى ان هو يغلي معايا. انتوا عارفين الفلفل طبعا ما بياخدش وقت في السوا خالص. تمام، ادي هنا دي طماطمايه برضو متقطعه تقطيع رفيع، وده هنا الفلفل اهو اصفر واخضر، بنضيفهم كلهم على بعض كده ونقلبهم تقليبتين، وبعد كده بنشيلهم من على النار. هنا هنحط بقى ملح وفلفل، تتبليه زي ما انت عايزه براحتك خالص، ممكن تضيفي لهم ملح وفلفل، وكمان ممكن تضيفي لهم كمون وكزبره، كزبره ناشفه، وتتبليهم. دي هنا بقى الفول العادي، ابني كان جاهزه بقى هو اللي عايزه، قال انا ماما مش هاكل ده، عايز الفول العادي بتاعنا. هو حط له الليمون وحط له الكزبره، لا انا اللي حطيت الكزبره معلش، فهو فضاه يعني وجهزه وقال لي انا هاكل ده، فانا كملت له التتبيله بتاعته وضفته له كده على البوتاجاز، وحطينا له هو كمون وكزبره. انتي بقى ممكن تحطي له شطه، لو بتحطي بقى بتحبي الحاجه الحراقه ممكن تضيفي له شطه عادي مفيش مشكله خالص، حطي له شطه برضو بيديكي تيست حلو قوي. افضل حاجه الحاجه الحراقه يا جماعه، تديكي طعم تاني مختلف تماما. خلاص ده كده كان انتهى. تعالوا بقى شوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل هنا طريقه بيض مختلفه، طريقه حلوه برضو. انا هنا دي طاسه هحط فيها معلقه سمنه او ممكن تحطي زبده زي ما انت عايزه براحتك خالص. حطيت هنا مقطعه قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، تمام، وطماطمايه، بقلبهم كده مع بعض لحد ما يتبلوا شويه. تمام، هنفضل نقلب فيهم كده لحد ما يتبلوا شويه. اهو دي الطماطمايه هنا هتكون مبشوره، مبشوره مجهزه يعني، نبشرها كده بدون القشر بتاعها. وهنحط التوابل بتاعتنا بقى ملح وفلفل. تتبلي اكلك كويس عشان تقدري تستمتعي بطعم الاكل وانت بتاكليه، يعني ظبطي الحياء بتاعك زي ما انت عايزه. اهو كده ملح وفلفل، هنقلبهم تقليبه، وبعد كده هنجيب البيض دلوقتي. طبعا انا هنا كملت طبعا باقي الفطار ما عملتهوش معاكم، بس عملت جنبيه بقى، عملت بطاطس وعملت سلطه، وكان معاها بتنجان، يعني تشكيله كده من الاكل بتاعنا الاكل الشعبي المعروف. هنا بقى البيض، بتجيبي 4 بيضات او انت ممكن تعملي كميه على حسب عدد الاسره عندك كبير او صغير، ممكن تزودي الكميه زي ما انت عايزه. تمام، بتسيبيه كده بقى يبقى عيون زي ما هو. بنرش هنا عليه بقى ملح وفلفل وبابريكا، البابريكا هنا بتديكي نكهة حلوة أوي وطعم مختلف برضو، لو أفضل يعني، يا سلام بقى لما تكون بابريكا مدخنة تبقى طعم تاني.
هنجيب هنا بقى، هنرش مع بعض هنا جبنة موتزاريلا، او لو انت عندك جبنة شيدر اللي هي بتاعة البرجر ممكن تقطعيها كده قطع صغيرة او شرايح، يعني تبقى مثلا لو هي قطعة مثلا تمسكيها على 4 قطع تقطعيها 4 قطع وتحطيها كده وتوزعي، يعني ممكن لو طاسة زي كده هتاخد معاكي شريحتين مثلا. انا هنا كان عندي جبنة موتزاريلا بس، انا رشيت هنا البابريكا، يا ريت تاخدوا بالكم. هنا رشيت جبنة موتزاريلا، تمام. المتواجد عندك اعمليه، يعني ما مش عندي، مش موجود معايا مش هعمل، المتواجد معاكي وموجود معاكي في البيت اعملي بيه، مفيش مشكلة خالص، تمام. انا هنا كده رشيت الجبنة موتزاريلا، هغطيها لمدة 2 دقيقة بس علشان الجبنة تسيح معايا، وبعد كده هتتقدم بقى معانا في الاكل. شايفين كده انا بعد ما غطيتها اهو بالطريقة دي، وطبعا تهدي عليها النار، تمام، علشان ما تحرقش معاكي من تحت. انا هنا كنت بقى عملت اهو، عملت كمان بطاطس مهروسة. الفول هنا مش عارفة الكاميرا بصراحة مش موضحة اللون بتاعه قوي ليه. وعملت سلطة وعملت بطاطس. هنا الفول هنضيف عليه زيت زيتون، معلقة زيت زيتون كده على الوش، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها بإذن الله، يا رب تعجبكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.